حاضر. طب قولي لي ايه اكتر لون بتحبيه؟ احمر. احمر. ماما قالت بينك. انا مش بحب البينك يا ماما، ما انا قلت لك. يا خساره يا خساره يا خساره. طب ايه اكتر كرتون بتحبيه؟ توم وجيري. يا خساره، ماما قالت بابا باين. ايه بابا باين ده يا ماما؟ انا عارفه بابا بيك. انا مش بحبه اصلا يا ماما. انت جايبه ان معظم الحاجات غلط. معلش معلش معلش. طب قولي لي يا كوكي، ايه هي الصديقه القريبه اكتر واحده صاحبه مامتك، اسمها ايه؟ طنط الاء. شفتي شفتي يا مدام، شفتي البنت ازاي عارفه اسم صاحبتك المقربه ليكي؟ علشان انا اعرفها وبنخرج معاها. وانتي ما تعرفيش حاجه عن البنت. طيب امي حضرتك معايا، امي معايا، اتفضلي حضرتك تدخلي في الجهاز ده. اتفضلي. انا جهاز. لا ما تخافيش، بصي انا هظبطها عشان بس تطلع لك عارفه المعلومات كلها عنها. هننزل لها الويندوز. يلا ايه رايك نغير لها هدومها؟ لا. طب نحط لها روج؟ حاطه. لا هنحط لها روج تاني. لا كده، ودوسي على الزرار اللي بيدخل المعلومات، الزرار الاحمر ده. ايوه اهو ده. ايوه بس كده خلاص. دوست مرتين. ايوه اقعدي بقى. ايه انت قلتي ايه؟ دوستي ايه؟ الاحمر. اقعدي تاني. اقعدي 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 وبصي قدامك. دوستي مرتين ولا مره؟ مرتين علشان كان مش راضي يخش. استني بس اشوف احل الموضوع ده ازاي. مو على. يلا يلا. اقفلي الباب يا تم. يا مليكة ازيك؟ شفتي شكلي اتغير ازاي؟ كده احلى ولا الاول؟ مالك؟ الاول. لا بجد؟ لا كده حد يزعل مامته؟ لا 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 تعالي بس هنتعود على بعض خلاص. يلا. لا مليكة احضني مامتك يا مليكة. طب ارجع الجهاز تاني؟ مليكة عيب كده هتزعلي مامتك؟ البنت الشاطرة انا هرجع الجهاز خلاص. طب ارجعي الجهاز. انا عايزة مامتي زي ما هي. عايزاها زي ما هي؟ طب ادخلي يا مدام شيرين ونحاول نغيرك تاني. طب قومي يا مليكة ودوسي على الزرار بس مرة واحدة. ماشي اقعدي. يا رب يا مسهل. قولي يا رب يا ماما. يا رب يا ماما. تطلعي سليمة. بس مش عايزة. خلاص قومي افتحي قومي افتحي. وما دام مش عايزه تقولي بقى ربنا يستر وكون طلعت بقى. شفتي؟ ايه؟ ليه؟ ما لقيتش حاجه؟ ما انا قلت لك اقعدي تاني. اقعدي اقعدي يا مليك. انت لقيتي ايه جوه؟ مش لقيت حاجه. يعني مامتك اتبخرت؟ لا ماما موجوده. ماما موجوده فين؟ هنا جنبنا. ايه روحي؟ ما شاء الله. انا لو منك اخاف عليها من الحسد وما نزلهاش اصلا. يعني بجد دي ما شاء الله جميله. الاوضه اللي احنا قاعدين فيها دي يا هنا اسمها ممنوع الضحك. بص بتعرفي تنفخي بلالين؟ اه. بصي دلوقتي انا وانت هنبتدي نحاول ننفخ البالونه دي، اللي هتفرقع منه الاول هو اللي ايه كسبان. اوكي. واللي مش هتفرقع منه وهيخسر هو اللي هيترش. يلا 1 2 3 هوبا. طبعا انت نفخه واحده والخضوط دي مش هحتاج. ايوه اللي حصل. برافو عليكي، يبقى انت اللي كسبتي. وبما انك انت كسبتي فانت ايه هترشيني. 1 2 3 ابتدي. ابدي. رشي رشي. ايه ايه رشيت ولا ايه؟ اه رشي عليا يا بنتي. رشي ازاي؟ رشي ازاي؟ هات انا هوريك. اما اقول لك ترشي عليها البسي كده النضاره. لا دي اه. اول ما انا اقول لك ترشي تروحي ماسكه دي ورجعها كده خلاص، وانت بمنتهى السبب كده مدام حمديه تروحي ايه كده. فهمتي؟ عرفتي ازاي؟ اه كده خلاص. سيبي ملفاتك في الشغل وترشي. يلا 1 2 3.
اسم الله عليك. خلاص؟ ايوه كده خلاص. يلا لعي النضارة بقى. معلش يا معلمة. بص دلوقتي هنروح للمسابقة التانية. تعرف تشرب عصير؟ طيب هنشوف مين فينا اللي هيخلص العصير بتاعه أسرع. أوكي؟ يلا هاتولنا العصير. استني انت بدأتي؟ ايه مدام حمدية احنا هنخم؟ في ايه؟ اصبري. بصي هوريكي بقى الابداع. 1 2 3 ابتدي. انت شربتي نصها اساسا. اشرب اشرب. بصي على العصير كده. ايه اللي وراكي ده؟ ايه اللي وراكي ده؟ ايه ده؟ خلاص يلا كملي كملي. استنى انا خلصت الاول. الحمد لله. بشرب العصير ده اسهل حاجه عندي في الدنيا. فدلوقتي بما انه انا اللي كسبتك فايه اللي هيحصل؟ ايه؟ ايه؟ تشوفي الشوش؟ اه هرشك بالشوش. واحد اتنين. كفايه والنبي. كفايه؟ اه كفايه خلاص. خلاص. يلا لعنا الدور. حاضر. بقول لك ايه لعنا الدور، انت بتعرفي تغني بالهيليوم؟ بالهيليوم لا. بجد؟ طب تعرفي تشفطي الهواء اللي جوه البالونه؟ هواء؟ بصي هقولكي ايه لعبه كده. ايه اكتر اغنيه بتحبيها ايه؟ بتاعت تامر حسني. اللي هي بتاعت ايه؟ حسن. بتقول ايه؟ تعرف؟ بصي انا هشفط اللي جوه ده واغني لك. ماشي؟ ازاي؟ هتشوفي يا مدام حمدية. وبعدين سبته وشفته ما حصلش حاجه، والوضع فعلا ما اختلفش في اي حاجه، باكل واضحك واشتغل واعمل كل حاجه. لا لا مش زعلانه، مش ماسكه صورته وبتقهر زي العبيطه ولا ماشيه. تعرفي تعملي كده؟ ايه ده؟ غيرتي صوتك ازاي؟ ما هقول لك بقى، غيرت صوتي لما انا بلعت الهوا اللي جوه ده. فانا عايزاكي تبلعي الهوا اللي جوه، ماشي؟ لا لا جوه ما اعرفش اروح. لا تعالي انا هوريك، تعالي قربي كده. قربي يا ايه يا حمدية البق ده؟ اقفلي يا حمدية بقك على البتاع، افتحي. دلقتي العصير يا مدام حمدية وبهدلتي الدنيا. كده كل الورق والملفات كده باظت. معلش معلش. يلا بس اشفطي بقى شفته جامده. ايوه يلا اشفطي. ايوه اقعدي بقى مكانك وغني بسرعه. اقعدي مكانك وغني. يا ملاك يا ملاك يا ملاك. ايوه حصلت ايه؟ حصلت ايه؟ حصلت ايه؟ خلاص حصلت ايه؟ عشان خليك في المية عشان تبقى تتعدي ولا مالكش ما عرفهاش. اشوفك بقى في المرحلة الجاية. ماشي؟ يا باي باي. وبعدين هرشك جامد كده 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 كده. يا مدام منور. ازي حضرتك عامله ايه؟ عامله ايه؟ تمام الحمد لله. عامله ايه مع الولد ده؟ لا تعبني. عامل تعبك في ايه بقى؟ شقاوه كتير. شقاوه اوفر صح؟ جدا. طب ايه سبب الشقاوه دي؟ هو متدلع، متدلع كتير قوي قوي قوي. اللي انا عايزه اقول لك ان الدلع ده جه على دماغك في الاخر مش كده؟ اكيد. بس انا عايزه اقول لك ان انا النهارده برضو للاسف دلعته جدا، ويعني بصي حبيته حب، اكلته، جبت له كل الحاجات اللي بيحبها. عموما انا احب اعرف واكتشف مع نفسي كده هل في توافق ما بينك وما بين ابنك ولا لا. فانا هطلب منه دلوقتي ان هو يحط السماعات ويستمتع بالمزيكا عقبال ما اسالك عنه شويه اسئله ونشوف. أوكي. حط السماعات يا احمد. سامعني يا احمد؟ يا احمد يا مرهوش. خلاص هو راح مني. طيب هبتدي اسال حضرتك شويه اسئله عنه وحضرتك بقى تجاوبيني. ماشي؟ تمام. ايه اكتر اكله هو بيحبها قوي؟ هو صينيه الفراخ بال صينيه البطاطس بالفراخ
مكرونه بشاميل. بطاطس بالفريخ. انا هاخد حاجه واحده. اوكي. عشان انا مش طماعه. طيب انا دلوقتي هطلب منه انه ينضم لينا ونقول له ارجع يا احمد. احمد. ايه؟ تسمعني؟ اه. طيب انا هسألك نفس الاسئلة اللي سألتها لمامتك. قول لي يا احمد ايه اكتر اكلة بتحبها؟ صينية بطاطس. برافو عليك، واضح ان مدام منار مسيطرة. وايه اكتر فريق بتشجعه؟ ميسي. لا، فريق مش لاعب. اهلي. الاهلي للاسف. مامتك قالت برشلونة. لا بس هو قال ميسي. لا هو قال ميسي في اللاعب. ميسي ما هو تبع برشلونة. لا ماليش دعوة حضرتك. لا انا كنت عايز الاهلي. شفتي اهو الولد لمد واحرق حضرتك. ليه تحرجي نفسك يا حبيبتي؟ طيب عايزة دلوقتي اروح لموضوع مهم جدا، لانه مامتك صرحتني بيه وقالت لي انك لما كسرت الموبايل وانت جوه طبعا قلت لي انت كسرته لان لا شلت البطاريه اللي فيه كلها. لا قلت لي انا كسرت الموبايل قطع صغيره. كسرتها. قلت لي كسرته وفككته كله صح؟ فكيته كله وحطيته في البلكونه. ورميته في البلكونه. لما سالتك ليه قلت لي ليه؟ عشان انتقم منها لانها مش بتديهوني، مش كده؟ تقولي لابنك ايه اللي بينتقم منك؟ الله يسامحك. انا اقول له ايه؟ لا يعني الله يا الله انت ليه انت، ما هو ده على فكره اللي عامل دلع. والله بدوره بابا بيسيب التليفون على طول معايا. مامتك هتقطم رقبتك في البيت. بص عماله تستحلف بتعمل كده. ماشي. تقول لها ايه؟ تقول لها الله يسامحك. دي انا متسامحه بصراحه وجميله. طيب احب اقول لك بقى المفاجاه ان ساعتها باباك عاقبك لما انت عملت كده وضربك، مش كده؟ صح. مامتك قررت انها تعاقبك دلوقتي عقاب وهي بلغتني ابلغهولك. هي هتاخد جنى بنت خالتك ولمار وهيروحوا يقعدوا عند تيتا لمده شهرين، وانت هتقعد في البيت لوحدك. عندك مشكله؟ وهيسيبولك الثلاجه مليانه اكل. عندي مشكله. ايوه اسمعني للاخر. هيسيبولك الثلاجه مليانه اكل كلها تبقى اطباق بصاره وسبانخ. عندك؟ لا هو ده الاكل اللي بيقعد لمده شهرين ما بيبصش. انا اعمل لك ايه؟ المشكله ان انا مش هقعد في البيت لوحدي. ليه انت كده. صغير؟ لا انا كبير، بس انا ممكن يسيبوني المفتاح بس. ليه عايز المفتاح تعمل بيه ايه؟ عايز تجيب ستات البيت ولا ايه؟ لا يمكن. لا انا معايا فلوس، لازم انا عايز اصرف على نفسي اجيب لي اكل. يعني ايه؟ انا معايا 100 جنيه و90. 190؟ او ممكن بقى اجيب بيهم اكل وفاكهه كده. تجيب بيهم اكل؟ دول ما يعملوش اوردر واحد. ومامتك اللي انت قاعد تكسر لها في موبايلاتها دي انا هوريك وهحرمك منها وهجيب لك ام تانيه تضربك بالشبشب. اتفضلي معايا يا مدام منار، استاذنك تقومي ادخلي هنا حضرتك هنا في الجهاز ده. ادخلي هنا. عافية علي. ما ده هي حضرتك التهاوت ده اللي مبهدل ولدي. اقفلي حضرتك على نفسك. قوم قوم دوس على الزرار الاحمر اللي عندك ده. انا واحد. قوم دوس على الزرار واللي فوقيه كمان. اتفضلي يا مدام منار. الله اكبر. ماما ما عندي. ايه حبيبي انا ماما. لا دي مين دي؟ هي دي ماما. لا شكلي اتغير، ما انت اللي دوست على الزرار. لا مين غيروا لي دي؟ دي غير لك ايه؟ هي دي مامتك. يلا يا ماما يا ماما. في يا ايه يا حبيبي؟ من دي؟ هي دي مامتك. في ايه؟ عايز ايه؟ لا شيليها شيليها. مش عايزه مش عايزه مش عايزه. لا هي دي اللي هتاخدك وتروح بيه. لا يلا وما بتطبخش غير بساره. لا خديه وامشي بيه. يلا مع السلامه يا مدام منار. لا سيبيني. مع السلامه يا مدام منار. في ايه؟ في ايه؟ انتوا في ايه؟ انت اللي جابك هنا؟ مين دي؟ دي مامتك. ما يا امي ايه؟ لا دي مش مامتك، دي مامتي. دي مامت الناس الجداد. ما خلاص انا بعمل تباجيل. مين دي؟ دي مامتك. اللي كانت ماشي دي. قول لي يا احمد هتكسر موبايلات ماما تاني؟ لا خلاص. هتعمل حاجه تزعلها تاني؟ لا. هتاكل البصارة ولا لا؟ اكلها ان شاء الله. خلاص؟ اه. قول لها انا اسف يا ماما. ماشي.
على كل حاجة وحشة عملتها. على كل حاجة وحشة عملتها. خلاص انت بتعيط. انت طلعت حساس في اخر الفيلم.